نروح لاخر تطورات الفريق، وخلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب التتش في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف ويحطنا على اهم الاخبار واخر الاخبار للفريق قبل مباراه السبت. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا كابتننا الكبير كابتن هيثم السعيد، وايضا كمان كل التحيه لزميلي العزيز احمد اسامه، والشكر التحيه موصوله لجمهورنا جمهور النادي الاهلي اللي رهاننا كبير جدا يا كابتن هيثم زميلي طبعا فارس اسامه، طبعا رهاننا كبير جدا على جمهور النادي الاهلي لان هو ده السر ان شاء الله اللي احنا بناكد عليه. التحضيرات مميزه جدا، التدريبات وتركيز على اعلى مستوى كالعاده، طبعا مباراه غايه في الصعوبه. كل مره هنتكلم على هذا الامر، هي 180 دقيقه هنقسمها مرحلتين، الشوط الاول ان شاء الله يكون في القاهره بنتيجه تساعد النادي الاهلي في مباراه تكون اصعب في الرجاء في حضور جماهيري في ضغط كبير جدا. يمكن النادي الاهلي عارفين متعود عليه بالخبرات الكبيره والقامات الكبيره طبعا الموجوده في فريق النادي الاهلي، لكن احنا بنشرح طبعا الامر الواقع. انا كنت متواجد اكتر من مره الحقيقه في المغرب وعارف قد ايه قوه الرجاء وقوه جمهوره، لكن ان شاء الله باذن الله جمهورنا هنا ولاعيبتنا هنا وثقتنا الكبيره فيهم نقدر نحسب المباراه باهداف غزيره وباداء ان شاء الله يطمن كل جمهور النادي الاهلي في مباراه العوده. طمنك طبعا كالعاده طبعا نطمن كل جمهور النادي الاهلي على التدريبات، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، الحاله الذهنيه، مدى استعداد لاعبي النادي الاهلي ليه هذه المرحله. يمكن بيتسو موسيماني كعادته طبعا بدا التدريب بمحاضره فنيه، المحاضرات طبعا بتستمر اكثر من 25 دقيقه و30 دقيقه، التاكيد طبعا على اهميه المرحله، اهميه المباراه، تركيزنا يكون عامل ازاي، دخولنا في المباراه. الراجل طبعا هايلايتس مستمر، كل يوم بيكون في تدريب هايلايتس، بيتابع النادي الاهلي، بيتابع لعيبه النادي الاهلي، المهام، الواجبات الدفاعيه، الثغرات، كل الامور دي. يمكن انتم ذكرتوا طبعا نقطه مهمه، الجانب الاخر بيشتغل على الجزء النفسي انهم في نقص في عدد من اللعيبه مش متواجدين، مين ما جاش طبعا عشان مشاكل اداريه، لكن كل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي عارفه هذا الامر، لعيبه النادي الاهلي خبره كبيره جدا في هذا الامر. تركيزنا فقط يكون في 90 دقيقه ان شاء الله بناملها في البدايه تكون من نصيب النادي الاهلي، ولا كل حدث حديث ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. عايز اطمنكم طبعا على عدد من اللاعبين الجاهزيه، طبعا العدد من اللاعبين جمهور النادي الاهلي بيحاول طبعا من خلالنا على طول يطمن على اللعيبه اللي ما بتشاركش في التدريبات، مين كان ريكفري النهارده، مين بيشارك النهارده في التدريب. انا اقدر اقول لك النهارده ان شاء الله محمد مجدي قفشه هيشارك في تدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي. يمكن قفشه غاب بال 48 ساعه الماضيه عن التدريبات الجماعيه، شعور بالاجهاد شويه كده، لكن رئيس الجهاز الطبي طبعا احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي يمكن اكد لنا على جاهزيه ان شاء الله محمد مجدي قفشه يكون متواجد بكل قوه بكل جديه، مع بقى كل النجوم طبعا حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد هاني، كل اللعيبه دي عادت للتدريبات الجماعيه ان شاء الله باذن الله. بس ربنا يحافظ على لعيبتنا خلال التدريبات القادمه مرورا بالايام، مجهود كبير بيبذل في التدريبات، حماس وجديه واضح جدا، فان شاء الله باذن الله لعيبتنا تحافظ على نفسها لان احنا محتاجين كل الجهد ومحتاجين كل اللعيبه ان شاء الله في المباراه القادمه مباراه الاهلي والرجاء. غدا الحقيقه كمان هيكون يوم حافل طبعا بالاخبار، مؤتمرين صحفيين لفريق النادي الاهلي وفريق نادي الرجاء. النادي الاهلي يكون في الرابعه عصرا في استاد الاهلي ويا سلام، 4:30 يكون مؤتمر نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تدريبهم يكون 10 مساء على استاد السلام، وايضا كمان النادي الاهلي في تمام التوقيت على 10 في توقيت المباراه هيكون هنا التدريب لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش، ومن قبلها ال 15 دقيقه المعتاده لكل وسائل الاعلام طبعا لتصوير تدريب النادي الاهلي الاخير. يا رب ان شاء الله كل دعوات جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي ودعواتكم طبعا ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، وال11 ريال ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم، ويعني اسمح لي ان انا اسالك، هل في اي انطباع بين لاعبي النادي الاهلي؟ المباراه دي تقريبا هتكون مباراه يعني ب 20,000 مشجع، منهم 18,000 مشجع درجه ثالثه، الاجواء دي ممكن تكون يعني مش عايشينها طول الوقت وبنلعب في مدرجات خاويه او بالكثير 5,000 مشجع، ده ناقل شعور بالثقه لدى لدى اللاعبين عندك؟ زميلي احمد طبعا هي نقطه مهمه جدا جدا، طبعا احنا بقالنا سنين كثيره جدا 5,000 طبعا بيحضروا في المباراه الافريقيه، لكن 20,000 في استاد السلام ده امر مهم جدا. والحقيقه يمكن نوجهنا لكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي وكل الجهات المختصه على هذا الامر، 20,000 ان شاء الله باذن الله يكون ليهم سر كبير. الانطباع هنا والمردود كبير جدا، لان انت عارف طبعا سر اللعيب في الجمهور وسر الجمهور في لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي محتاج لاعبيه وايضا كمان العكس صحيح، فيمكن دي نقطه مهمه جدا وايجابيه جدا، عشان كده بنقول رهاننا كبير على جمهور النادي الاهلي، الهتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني عندنا الامل كبير لبعد كمان الدقيقه 90، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي احنا منتظرينه ان شاء الله باذن الله. هيكون ليهم دور كبير جدا مع التحضيرات اللي احنا بناكد عليها ومع الجديه ومع التركيز مع الجلسات المستمره الحقيقه لكباتن فريق النادي الاهلي الشناوي السلية ايمن اشرف كل اللعيبه معلول كل اللعيبه الحقيقه بيكون في جلسات مستمره جدا بيتكلموا طبعا على الجمهور والحضور، ان الجمهور ده يكون متواجد في شهر رمضان بكثافه زي كده، ما ينفعش ان هو يرجع زعلان، لازم ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله جمهورنا يكون سر النجاح وهو ده المفتاح ان شاء الله يكون البطوله، مفتاح البطوله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم ان شاء الله.
كريم احمد زميلنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كان مهم جدا النهارده نروح لارض الملعب ونشوف اخر تطورات، ويمكن يا اسامه